مشاهدي الكرام، تنتقل الآن كاميرا البرنامج إلى صلالة لتحاور العارفين والممارسين لفن الشرح، فإلى هناك. مشاهدي الأعزاء، نحييكم ونرحب بكم من المنطقة الجنوبية صلالة، ونلتقي مع ضيوف كرام على البرنامج، هما من العارفين والممارسين لفن الشرح. معنا الإخوة الأفاضل، الفاضل عوض بن جمعان بن توفيق رئيس فرقة بن توفيق، والفاضل فرج بن جمعان بن توفيق نائب الرئيس وأحد الأعضاء الأساسيين في الفرقة. لو بدأت الأسئلة مع الفاضل عوض بن جمعان بن توفيق عن مناسبات إقامة فن الشرح، في أي مناسبات دائما؟ مناسبات في فرح، في كل فرح، في عرس، في الإنسان عنده ختان نعم. عنده الإنسان السفري جاء من السفر هو نعم. بالمدة وبعدين بيسأله فرح نعم. وعند سبعات هذه كان في المناسبات في كل شيء، حد يطلب كل شيء، في عرس وفي ختان وفي العيد الوطني، العيد مثلا الوطني مع العيد الوطني مع سمعت في العرس ما حد عرس والآخر ما الجار تزوج. ممتاز كله في هذه كله هذه مناسبة في هذه الشرح في هذه الشرح في هذه الشرح. زين، لو سألت الحين الفاضل فرج بن جمعان بن توفيق عن الشعر والشلات في فن الشرح، هل الشعر أو شلات قديمة ولا شلات حديثة بالنسبة لهذا الفن؟ هذا الشلات يعني من القديم، من القديم وينتسب يعني يعني كلمات دينية، كلمات دينية يعني في الغرض الديني يعني بيكون نعم. كلها يعني، وهذا ما حد فينا يعني هذا إلا يعني في أبيات ثانية يعني نعم. هذا سياري مدح في بعض الرجال نعم، لكن معظم الشلات مثل ما تقول هي شلات في الأغراض الدينية نعم. زين، في الوقت الحاضر ما حد يألف الشلات بالنسبة لفن الشرح؟ كان عمي كان الأول زمان نعم. لا أتكلم بالنسبة للوقت الحاضر، هل في شاعر؟ لا، في عندنا شعار تنينة، لكن في مناسبة شرح بعد ما دخلوا في مجال الشرح يعني بعدكم إلى الحين تعتمدوا على الشلات نعم. القديمة القديمة شلات القديمة. زين، ممكن نسمع شلات من الشلات القديمة اللي تستخدمونها أنتم في تفضل نعم. في يعني صوت واحد يقول نعم. النبي والنبي ما حد راوي شنابي، سال دمعي على خدي ونقع ثيابي نعم. ويلي من الموت ليقى وقطع نصابي، كفنوني بخرق الشاش والغزل شامي، أرحلوني على العيدان وكلم بحالي، وادخلوا بي للمسجد فتح كل بابي، قاموا وصلوا على ذي الشيخ وقوك العرابي، نزلوني للشافة الحصى والتراب. هذا صوت، هذا صوت واحد يعني في هذا صوت يعني وقيع نعم. في صوت ثاني فهمت نعم، صلوا بالنبي يا سامعينا، زرت الرسول هو والصحابة، هو يشفع لنا يوم الملاقي، يشفع لأمته يوم من عذابه نعم، محل السيف اللي يهزه ومحبه نعم، سلب شاقع ورده إلى ذهابه. يعني هذا كلمات دينية. كلها دينية. هل في فرق بين طريقة أداء الشرح في الوقت الماضي بالنسبة للوقت الحاضر؟ هل في فرق بين طريقة الأداء؟ لا، ما اختلفت. هو ما في اختلاف. حتى في شعر. زين، وبالنسبة للإيقاع وإيقاع الطبل في اختلاف؟ لا، في اختلاف. في صوت وقيع وفي صوت قبوس. كان أول الصوت الوقيع كما أول يصير ثلاث أربع خطوات. نعم. وصوت واحد كما 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 ضرب العود. سؤال للفاضل فرج بن جمعان بن توفيق، يعطينا وصف عن التكوين والحركة بالنسبة لفن الشرح. وعندما يكون الناس وتجمعت الناس يكون الناس كلها جالسة، بعد هذا يعني بيستبدي يعني الأخ عوض بالقصبة نعم، وأنا بعده بالمهجر، في اثنين خلفي أنا بيتبعوني علي بالمرواس نعم، في ثلاثة خلفيين بيبتدون بالطار، وهو بيشرع بالصوت الذي هو يريده نعم. أنا هنا بنفذ يعني المغامر.
أنا بنفذ الأبيات. أنت اللي تقول الأبيات؟ نعم. أنا اللي بقول الأبيات. نعم. بس هو القصبة هذا بينفخ من دون ما يخبر أنا كذا ولا كذا. بس عنده هو ما يشيل هذا الصوت، أنا اللي بنفذ هذا الأبيات. يفهم الصوت يعني بجيبه يفهمه هو. يعني أنت تقول أنت الصوت وهو يقول. أنا هو يفهمه يقوله. في صوت واحد طالب بالشعر، هو نوم يسرى يا حيلته من رماني، ببكي على النغصان اللي يغرد مناح، لأنهم صوته شقاني، باسير من سيون في وقت الصلاة، والفار صبح يوم ثاني، يقتل وقتل وهو قتله حلال، والقتل في المسجد حرامي، يبينها برق يا نجم الهلال كأنه قمر شهر شعباني، ثم الحلو لضحكة عسل اللي شربته رواني. لو سألت الفاضل عوض بن جمعان بن توفيق عن هل هذا الفن يوجد في مناطق ثانية في السلطنة، يعني في مناطق الشمال، فن فن الشرح شرح. لا ما يوجد في محل في ضفار هنا، هنا في ضفار المنطقة الجنوبية فقط. ما رأيت أنت هذا الفن في أي مكان ثاني غير؟ ما رأيته في مكان ثاني أبدا في الشرح. تمام. لو سألت الفاضل فرج بن جمعان بن توفيق عن الأوقات التي تؤدى فيها فن شرح، متى تؤدى هذا الفن؟ إيش الأوقات دائما؟ هي عندنا بعد العصر، يعني الزفر هذا قابل الكلان. نعم الكلان. إذا كان إنسان عريس. نعم اسم الكلان. وبعد ما خرجوا للميدان ولعبوا الناس يعني سلوت يعني شرح هذا الهبوت، عند المساء رجعوا المعريس هذا للبيت بنفس الخابة الذي خرجوها بالبيت. وفي الليل بعد ما تعشوا الناس وأكلوا وضيفوا، فأنه يعني تبدأ السهرة. تبدأ السهرة. تبدأ السهرة. يمكن الساعة 8 ونص، الساعة 8 تبدأ السهرة، لحلو الساعة 2 الساعة 3 في الليل. شكرا. سؤال آخر لرئيس الفرقة، لو سألتك عن القصبة، هل يستخدم أثناء أداء فن الشرح من زمان؟ من زمان. يعني من هل زمان مرتبط بفن الشرح من زمان؟ مختلف حديث بعد حد بعد أحد كان هو مع الشايب، وبعد خلف أولاده، وبعد أولاده ولدي أنا، وبعد ولدي عمي، وبعد عمي أنا. إلى الحين وأنتوا معاكم القصبة في الزين. من مين تعلمت أنت استخدام القصبة؟ عمي. ممكن بيجي يوم قدني ود خمس بيجي ود 20 سنة. نعم. بديت في القصبة يصير مع عمي. تقريبا 60 سنة وهو متعلم. ما الحين يا خلص. زين حد غيرك يعرف؟ يعرف يعني يستخدم القصبة؟ أنا أمر قال خلي يكون واحد لازم تكون تعلم واحد ولده. الحين في ولدي يعرف سقطتين تنتين. يعرف يعني يستخدمون الا انت علمتهم يعني. نعم علمتهم. زين القصبه كنا بتبنتذر ما حد فينا خلق ثاني. ممتاز. زين القصبه هل يستخدم في فنون ثانيه غير الشرح؟ يعني فنون اخرى؟ ايوه كان هو سابق نسوي ايش يعني آخر مثل ايش ربوبي. ايش من الفنون يا اخر نسوي ربوبي في الرب اكتب شرح. نقول هذا ربوب احكي شرح. هذا القصبه تشكل يعني في الشرح. نعم. في القبوس في الربوبه في الجرعه أي صوت يعني نعم. يجي هو يستقل عليه. شكرا للضيوف الكرام على هذا اللقاء الطيب، وأرجو تتكرر اللقاءات بيننا إن شاء الله. مشاهدي الكرام نشكركم على حسن المتابعة والإنصات من خلال هذا اللقاء الطيب، وشكرا لكم.